يفتتح المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي كتابه أكبر سجن على الأرض الصادر بترجمة عربية عن دار هاشيت أنطوان اللبنانية بهذا الإهداء الذي يصلح اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أطفال فلسطين الذين ذاقوا القتل والجرح والتعنيف لأنهم يعيشون في أكبر سجن على هذه الأرض. وفي قرابة 400 صفحة مدعمة بوثائق من أرشيف إسرائيل أفرج عنها سنة 1978 ومقررات اجتماعاتها الحكومية، يفضح إيلان التطهير العرقي للفلسطينيين ومشاريع الصهيونية وانتهاكاتها وأطماعها، ووضع أصحاب الأرض الأصليين أمام خيارين: إما الرحيل ليعيش لاجئين في مشارق الأرض ومغاربها، وإما البقاء في أكبر سجن على الأرض بقسميه غزة والضفة الغربية. وهذا السجن لم ترده إسرائيل لأجل المحافظة على احتلالها للأراضي الفلسطينية، بل هو وليد العقيدة الصهيونية القائمة على السيطرة على فلسطين التاريخية. لذلك كانت حرب 67 ضرورة إيديولوجية لإسرائيل، فهي من سعت إليها. وبنهاية اليوم السادس من الحرب توسعت إسرائيل لتبلغ 3 أضعاف مساحتها الأساسية، أي 78% من مساحة فلسطين كلها. في 12 فصلاً يفصل إيلان بابي بالأرقام والوثائق والخرائط تحول الضفة والقطاع وبتصميم مسبق إلى ذلك السجن العملاق. قسم منه مفتوح تحت عناوين براقة سوقوا لها كثيراً، مثل الحكم الذاتي وتقرير المصير، وكان الهدف الحقيقي هو الضغط على الفلسطينيين للرحيل بترسيخ الشعور بلا جدوى البقاء وتجميد كل مشروعات الإغاثة والتنمية لتشجيع ترانسفير. وخصص المؤرخ بابي فصلاً كاملاً لتفنيد كل مزاعم السلام الإسرائيلي والطروحات الإعلامية فقط، حيث تكذبها القوانين التي كانت تسن والممارسات اليومية التي تهدف إلى شيء واحد: التطهير العرقي بممارسة ما أسماه إيلان بابي ببيروقراطية الشر. وفي 3 فصول من كتابه يتحدث عن الانتفاضتين الأولى والثانية، حين أصبحت صورة الطفل الفلسطيني الحامل حجراً في يده في مواجهة الدبابة الإسرائيلية تختصر المشهد كله. ما كتبه إيلان بابي الذي ينتمي إلى تيار المؤرخين الجدد الذين أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي وأقيل من جامعة حيفا بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين ويدرس حالياً بجامعة إكستر البريطانية، جدير بالقراءة لأنه يفكك السردية الإسرائيلية. والفكرة الرئيسية التي قام عليها هذا الكتاب الحائز على جائزة كتاب فلسطين، والتي ترى أن إسرائيل هي التي سعت لحرب 67 وكان من الممكن تجنبها لأجل تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه عام 48، هي المفتاح الذي من خلاله نستطيع فهم ما يجري حالياً في غزة. أولا يقال دوماً أن التاريخ يعيد نفسه؟